بقولك يا صالح، حلقة السفر دي عاملة زي حلقة العيد بالظبط، يعني عايزك تظبطني وتخليني آخر من جه. طول عمرك عايق وبرنسس يا فتحي. الله يصلح حالك يا أصيل. مش عايز أي حاجة من السعودية يا صالح، أنت تؤمر أي حاجة. ربنا يكرمك أخويا، المهم تروح وترجع لنا بالسلامة. الله يسلمك يا حبيبي. كان في أمانة كده يا صالح عايز أأمنك عليها، بس أمانة عليك يا شيخ، ما تفتحهاش غير لما أسافر. من عينيا الاثنين، فين هي الأمانة؟ كلمتين سر وتحطهم في بير ملوش قرار. ماشي؟ ماشي يا أخويا. أختك نعمة. ايه جاب لها عريس انت راخر؟ ايه ده؟ هو في حد جاب لها عريس غيري ولا ايه؟ ابوك يا سيدي الحاج توفيق. ابويا؟ يكونش عايز يتجوزها يا صالح؟ يا راجل يتجوزها ايه؟ ده قد ابوها، هو كان عندي هنا باخد له دقنه وقال ان هو عنده عريس لنعم اختي. اه، وما قالكش مين؟ لا، قال لي هقول لك بعدين. انا بقى هقول لك ودلوقتي حالا، بس زي ما اتفقنا يا صالح، ما تفتحش بقك لاي حد لما سافر السعوديه بالسلام. ماشي يا فتحي، مين العريس؟ محمد اخويا. ابن امي يا ابويا. مش انا عرفت؟ عرفت ايه؟ بس فتحي قال لي على كل حاجه. فتحي قال لك ايه؟ بصراحه قال لي بس مأمني ما اجيبش سيره الا لما هو يسافر. الله، جرى يا صالح، ما فتحي سافر خلاص، هات من الاخر بقى وقول لي قال لك ايه وعرفت ايه. قال لي على الموضوع اللي انت قلت لي عليه. الله الله الله، هو احنا هنقضيها كده؟ هتفضل تقول لي قال لي وقلت له وقلت لك وقلت له؟ جرى يا صالح، قال لك القل وتعب السر انت وفتحي في يوم واحد يا بعيد. ما تجيب بالاخر يا اخي، بلاش شغل الالغاز والاحاجي بتاعك ده. انت يا جدع، انت قال لك ايه؟ اهدى بس يا حاج، الغاز ايه واحاجي ايه؟ ايش حال ما انت بنفسك اللي مفتحني في موضوع نعمه اختي؟ ها؟ وهو فتحي قال لك؟ ايوه قال لي يا حاج. وانت ايه رايك يا صالح؟ رايي في ايه يا حاج؟ ده احنا نتشرف. صحيح يا صالح؟ ايوه يا حاج صحيح. عارف يا حاج، انا لو واحده ست عمري ما هفكر في عريس احسن من محمد. محمد؟ محمد مين؟ محمد ابنك. هو فتحي طلب اختك نعمه لمحمد ابني؟ ايوه يا حاج قال لي، بس انا بالامانه ما جبتلوش سيره ان انت فتحتني في الموضوع ده. وانت فتحت اختك في الموضوع؟ فتحها ازاي بس يا حاج؟ هو حد كان طلبها مني؟ ما انت قلت لي ما تقولش، وهو قال لي ما تقولش، اقول انا ازاي بقى؟ خلاص خلصنا، ما تقولش، ما تقولش لأي مخلوق دلوقتي، ما تقولش لأي حد، انت فاهم ولا لا؟ اهدى بس يا حاج. الله، انت رايح فين يا حاج؟ ماشي ماشي. رايح فين؟ الله، ده انا ما حلقتلكش غير نص اللي طالبك. وين كابينة ده؟ الله يستر اصلك يا اخويا، عايز اكلم السعودية ضروري. على مين؟ النمرة. ايه النمرة؟ ايه مدة ولا اتنين؟ ايه مدة ولا اتنين دي؟ لا مش عارف الحقيقة. اخليها لك مفتوحة؟ لا لا، خليها مقفولة، عدم الوقت يعني، قصدي خليها مدة واحدة، ولو احتاجنا مدة تانية ما يجراش حاجة، مش كده برضو؟ طب اقعد يابا وانا هنده عليك. لا ترد عليا ايه؟ بقول لك مستعجل وعايزها ضرورة، الله يستر اصلا. مستعجل ايه يا حاج؟ ما ينفعش، لازم تاخد دورك. في الوصول برضو. ماشي ماشي. اتفضل يا حاج. بس شاهد يا ابني بسرعة. حاضر يابا. ربنا ياخد بيتك. حاضر. اللي طالب الكويت. الحاج اللي طالب السعودية. كابينة اتنين. ايوه انا اللي طالب السعودية، مش النمرة اخرها 3 4 8؟ ايوه يا حاج. كابينة كام؟ اتنين. عجلة متشابهة. خلاص هنا في كابينة. متشكر يا اخويا. متشكر متشكر، كتر خيرك يا اخويا. اه صح، في جرس اهو. صح. الو. ايوه يابا خير. ايه بس يا بت، منك ليه؟ امي حصل لها حاجة؟ لا امك كويسة يا اخويا، انا اللي حصل لي حاجه. يابا قلقتني، في ايه بس قول لي. يعني مش عارف مالي يا سي فتحي. طب تستعبط يا ده، انا بتستهبل بقى؟ رايح تخت اخت صالح لاخوك. اخت صالح يا فتحي اللي انا مكلمك عليها دي؟ جزات يا واد اني فضفضت لك وقلت لك اللي في قلبي، تقوم تعمل كده يا اخي؟ يا اخي ده من امنك لا بتخونه، ولو كنت خاين يا اخي ده عيب اني كبرتك. ده انا كنت بعاملك على انك انت اللي ابويا مش انا اللي ابوه، تقوم تضحك عليا يا فتحي؟ ماشي ماشي يا حاج فتحي، ان ما كنتش افرغك وحيات امك لوريك يا فتحي. يابا هدي نفسك شويه. ايه مالك؟ وبعدين بقى جيت للحق بقى، محمد اولى بالجوازه. اه انت هاد اتجننت يا هاد، اتجننت. عايز تجوز اخوك اللي ابوك كان عايز يتجوزها؟ عايز تعمل فتنه بناتنا يا حاج فتحي؟ طب قول لي، قول لي انك مش عايزني اتجوز، كنت تقول من الاول بدل ما تضحك عليا. بتضحك على ابوك يا ابن امك. يابا العفو، ما تقولش كده يابا. وبعدين والله العظيم ما حد يعرف عن الموضوع ده حاجه، ولا محمد كمان، هو صالح بس اللي يعرف، والوقت انت كمان. وانت فاكرني هاكل من الكلام ده يا سي فتحي؟ لا يا حبيبي، بقول لك ايه يا فتحي، حطها حرقه في ودنك،
بعد الحركة دي انت خسرت ابوك طول العمر، طول العمر يا حاج فتحي. يابا ليه بس الكلام ده؟ هو ده الكلام اللي عندي يا فتحي، وما عنديش كلام تاني غيره. ويكون في علمك البنت دي انا اللي هتجوزها، ايه رايك بقى؟ ولو محمد اخوك راح يتجوزها هطلع امك وشحططكوا وشربكوا في الشوارع يا اولاد فتحي، عشان تبقى تتشطر يا فتحي وتروح تطلب اللي عايز يتجوزها ابوك لاخوك. ها ماشي يا فتحي. خد يا حاج، لا تانيه ولا تالته، خلاص ماشي جر في داهيه. مش انت يا اسطى، ده انا بقول لفتحي ابني، فتحي ابني ده عايش في السعوديه بس عامل فيا حته حركه بعيد عنكم. فتحي ورا غرف 60 ناحية. بالراحة على التليفون يا عم العريس. طب ادخل ادخل يا عرسة. هو في ايه يا فتحي؟ مفيش حاجة يا بدرية، مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ ده ابوك زي ما يكون بيتخانق معاك وبتقول قفل السكة في وشك. في ايه؟ انت عملت ايه؟ بقولك مفيش حاجة يا بدرية، مفيش حاجة. امال الموضوع ايه اللي محدش يعرفه غير صالح؟ وجوازة ايه اللي محمد اولى بيها؟ يا بدرية سايق عليك النبي، سيبيني في حالي، انا مش ناقصك. اسيبك في حالك يعني ايه؟ ده انت باين عليك عامل مصيبه، ده ابوك عمره ما عملها وكلمك بالتليفون. يكونش عايز يجوزك ولا تلاقيك انت اللي جوزته وانت في مصر؟ قولي الحقيقه دلوقتي بدل ما اقسم بالله، انزل مصر دلوقتي حالا واعرف انت نايلت ايه وانت هناك. اقسم بالله العظيم يا بدريه اللي انت اتجننت رسمي، هو في حد عاقل بعد ما يتجوزك يتجوز تاني؟ بقول لك قولي الحقيقه دلوقتي بدل ما هقوم الدنيا ومش هقعدها وهعمل لك فضيحه. وعلى ايه؟ لا تقومي ولا تقعدي، اقعدي وانا احكي لك كل حاجه. اقعدي يا بدريه. احكي. ابويا الحاج توفيق عايز يتجوز اخت صالح الحلاق، انا بقى خطبتها لمحمد اخويا. في حاجه؟ انت عشان اشوفك. سلام. طب ما انا لسه سايبه. قول لي انت شفت ابوك؟ لا جيت لقيته نايم. مبروك يا محمد. مبروك على ايه بقى ان شاء الله؟ معقول يا محمد؟ يعني تبقى انت العريس واخر من يعلم؟ بقول لك ايه يا احمد، انا مش ناقصك، شلني من دماغك، انت عارف انا لا قدها ولا قد العيبها. عيب يا واد، وانا لو بتاع العيب برضه عاملها مع اخواتي. ومع ابوك شخصيا. المره دي اللي عملها فتحي يعني لو اعتبرناها لعبه لعبها مع ابوك. يا لخت ابويا بمبروك اللي انت جاي تقولها لي دلوقتي دي. ما هو فتحي اخوك راح خطب لك اخت صالح الحلاق اللي ابوك كان عايز يتجوزها. يا اولاد الجنيه. والله ما انا ده اخوك فتحي عملها بجنيه وطار بس ملعوبه. مبروك يا محمد. يا سلام، ده على اعتبار ان انا وافقت. لا ما انت لازم توافق. اشمعنى؟ لانك لازم قبل ما تقول لا تعرف ايه الفوائد اللي هتعود عليك لو قلت اه. بقول لك ايه، انا هجيب لك من الاخر. يا ريت، احلى حاجه هي الاخر. بص بقى، اي حاجه عايزين تعملوها انا معاكم فيها. انت ابن حلال يا محمد. الا موضوع الجواز ده. ليه يا محمد؟ انت عايز تفضل طول عمرك عازب؟ انا حر يا اخي. لا الا دي بالذات انت فيها مش حر. بقول لك ايه يا احمد، اطلع من دماغك، انا مش ناقصك. انت ممكن بس تسمعني بالراحه كده بهدوء؟ اتفضل. انت بالجوازه دي هتبقى انقذت ابوك من المراهقه المتاخره اللي جايه له دي. نمره اتنين، انا شفت البنت والله العظيم زي القمر. وبعدين انت راجل مؤمن، في حاجه اسمها نصيب يا اخي، حتى لو النصيب ده جالك على شكل لعبه مع ابوك. بس انا ما اعرفهاش، ما بحبهاش. مش مهم خالص، ما فتحي خد اللي بيحبها، خدنا منها ايه غير وجع الدماغ؟ انا مش هتجوز اللي ما بحبهاش يا احمد. خلاص تتجوزهاش. يا سلام، ده انت غريب قوي يا اخي، منين بتقولي اتجوزها ومنين دلوقتي بتقولي ما تتجوزهاش؟ هنكتب الكتاب بس. يا سلام. الله، المهم نحرمها على ابوك، وبعد كده لو انت مش عايزها هنطلقها لك. ها